لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. كشف التقرير الرسمي من مصلحة الضرائب المصرية 2018 عن قائمة النجوم الأعلى تسديدا للضرائب لتكشف مفاجأة عن الاسم الذي احتل للصدارة، حيث كشف تقرير الضرائب أن الفنان رامز جلال هو الأعلى تسديدا للضرائب متفوقا عن النجم عادل إمام وأيضا عمرو دياب ومحمد رمضان ويحيى الفخراني، ليكون الأمر مفاجأة لدى الكثيرين خاصة وأن رامز لم يقدم في 2018 سوى عملين وهما برنامج المقالب وفيلم سينمائي. وذكر في التقرير أن رامز جلال سدد مبلغ 6,955,000 جنيه عن أرباحه من العام الماضي وحتى 31 مارس الماضي، ثم جاء في المركز الثاني النجم يحيى الفخراني بمبلغ 4,107,000 جنيه، أما المركز الثالث فكان من نصيب النجم أحمد عز بمبلغ 3.4 مليون جنيه، واحتل عمرو دياب المركز الرابع بسداد 2,119,000 جنيه، أما الزعيم عادل إمام بنحو 1,530,000 جنيه، ثم الفنان محمد رمضان بمبلغ 1,547,000 جنيه، تلاه علي ربيع بنحو 1,372,000 جنيه، وأخيرا الفنان هاني سلامة بمبلغ 1,000,000. أما بالنسبة للمذيعين فجاءت الفنانة إسعاد يونس في الصدارة بمبلغ 2,155,000 جنيه، ثم الإعلامية منى الشاذلي بسداد 1,462,000 جنيه، وتلاهما الإعلامي عمرو أديب بمبلغ 1,372,000 جنيه. ده رامز جلال طبعا، هنشوف أسرار عن برنامج. ما زالت التسريبات تضرب مقلب رامز جلال في رمضان 2019 ليكون آخرها الكشف عن شريكه الذي سيساعده في الإيقاع بالنجوم في البرنامج. ونشر حساب شرطة المشاهير منشورا قال فيه أن الإعلامية مهيرة عبد العزيز هي شريكة رامز جلال في رمضان 2019، حيث أنها ستقنع النجوم بأنهم في برنامج ثم تتوالى أحداث المقلب. وده البوست اللي حطه على انستجرام وقال فيه أن مهيرة هي شريكته. وكانت هناك تسريبات كشفت أن مقلب رامز جلال سوف يتم تصويره في إندونيسيا وأنه سافر مع فريق عمله بالفعل لهناك من أجل بدء تصوير الحلقات. كما كشفت التسريبات عن اللوك الذي من المفترض أن يطل به رامز جلال في مقلبه الجديد، فتردد أنه أطال شعره قليلا مع صبغه مع لحيته باللون الأبيض حتى يبدو كبيرا في العمر. من ناحية أخرى بكى الفنان ياسر جلال أثناء حديث زوجته عن التشابه بينه وبين شخصية يحيى في مسلسل ظل الرئيس. وهنا هو على الهوى وهو بيبكي من كلام زوجته. وقالت زوجة ياسر جلال خلال مداخلة أجرتها لبرنامج أحلى النجوم المذاع على فضائيات المحور: ياسر فيه الكثير من شخصية يحيى، مثل الطيبة والجدعنة والحنية، وياسر بيعرف يتحمل المسؤولية ويستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا. ورد ياسر متأثرا بحديثها: أنا بحب زوجتي جدا وبعترف بالحب أمام الجمهور، فهي جديرة بالحب. ومن المعروف أن رامز جلال هو شقيق الممثل ياسر جلال وابن المخرج الكبير جلال توفيق. ده ياسر جلال شقيق رامز جلال. ياسر جلال ممثل مصري ولد في سنة 1968 وهو ابن المخرج أحمد جلال توفيق، وهو الشقيق الأكبر للممثل رامز جلال. ده المخرج الكبير والد ياسر جلال ورامز جلال، دي صورة نادرة تجمعهم. وقد تزوج ياسر جلال من فتاة محجبة من خارج الوسط الفني. دي زوجته اللي هي بكى وهي بتمدح فيه ده خلال الفرح، ورامز كان موجود وحمد هلال هنا مع والده المخرج الكبير.
الجمهور تداول صور لزوجة الفنان المحجبة وكذلك لياسر مع ابنته وهي طفلة وكانت قريبة الشبه به. هنا ياسر مع بنته الجميلة، ايه رأيك وتشبه له كتير؟ وهنا وهي طفلة. من ناحية أخرى شارك الفنان رامز جلال جمهوره على الانستجرام بمقطع فيديو طريف لنجله الصغير وهو يغني تتر برنامجه رامز عن خأموم. هنا رامز جلال مع ابنه كان بيغني التتر بتاع رامز عن خأموم. وظهر الطفل الوسيم وهو يغني الأغنية بسرعة وبطلاقة وحاول والديه مساعدته، ومن بعدها صرخ بطرافة: أنا عرفت ربي مش عايز يتوقف عن الغنى. وأكد رامز أن النجم أحمد حلمي هو من يقوم بالتصوير ليظهر بالفعل في نهاية المقطع ويسمع ساعتها صوت الفنانة منى زكي في جو مليء بالبهجة والسعادة. هنا هو بيقول إن أحمد حلمي هو اللي بيصور. وعلق رامز جلال على المقطع: بجد عرفت ربي تحت رعاية أحمد حلمي، ما أثار إعجاب الآلاف من متابعيه وتعليقاتهم التي أثنت على طرافة الطفل ورامز جلال. من ناحية أخرى كشف الفنان ياسر جلال تفاصيل مشهد خطير نفذه خلال 4 أيام في مسلسله رحيم، وأوضح جلال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجه هنا العاصمة المذاعة عبر فضائية السي بي سي أنه صمم على القيام بأحد المشاهد الخطيرة رغم رفض المخرج والمنتج وطاقم العمل. أنا مع لميس الحديدي بيقول أنه رفض أن الدوبلير يؤدي بداله. وأوضح جلال أنه سقط بالفعل وتعرض لإصابة وكان سيتعرض للموت، وأنه نفذ المشهد بنفسه ورفض أن يؤدي الدوبلير المشهد نيابة عنه. من ناحية أخرى أبدى الممثل ياسر جلال استياءه من حلقة الفنانة هيفاء وهبي في برنامج شقيقه رامز عن خامون، معتبرا أن هيفاء بالغت في ردة فعلها بعد المقلب الذي تعرضت له. وكتب ياسر على حسابه: ناقضا إطلاق هيفاء وابل من السباب. على فريق عمل البرنامج كما انتقد مبالغتها في ردة فعلها، مما ولم يخلي ياسر المسؤولية عن أخيه حيث ألقى اللوم عليه أيضا وعلى تصرفاته التي قد تتسبب له في حرج شديد مع ضيوفه بعد معرفتهم أن الأمر مجرد مقلب. ومن المعروف أن رامز جلال كان قد أعرب عن استياءه من انتقاد البعض لاعتذاره لهيفا، حيث كتب على حسابه بموقع الفيسبوك: أعتقد البعض أنني بلا كرامة، الخطأ كان خطأنا منذ البداية، فالأمر كان مزاحا وهي لم تتقبل المزاح، وكان مزاجها متعكر بدرجة مبالغ بها، وشكرا لكل الآراء. وتابع رامز كلامه: الكبار لا يترددون أبدا في تقديم عبارة الأسف، أنا آسف، إذا ما بدر منهم ما يستحق ذلك، ولا فرق عندهم لمن تقال العبارة سواء لرجل أو امرأة. من ناحية أخرى استعرض الفنان رامز جلال صور للإصابات التي طالته خلال برنامجي رامز قرش البحر ورامز واكل الجو في مختلف أنحاء جسده، وعلق عليها رامز بالقول: ودي يا جماعة صور نتيجة الخفة والشربات في البرنامج، بس برضو بحب أصحابي. على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكتب على كل صورة اسم الفنان الذي تسبب له في الإصابة. الإصابة التي تسبب فيها محمد رمضان لرامز جلال حيث ضربه بقدمه، وكتب رامز معلقا على الصورة:
بوز جزمة محمد رمضان تحس انه كان لابس شنيور في رجله. ودي صورة تسبب فيها محمد رمضان. الإصابة التي سببها عاصي الحلاني لرامز جلال، حيث كتب رامز كوع مارد الجبل عاصي الحلاني، والتهريج مع عاصي بيعمل مآسي. هنا مع عاصي. صورة الإصابة التي سببها نيشان لرامز جلال، وكتب رامز على الصورة معلقة نيشان لما يضرب في المليان رباط صليبي نتيجة تاكلانج من نيشان. ومن المفارقات أن نيشان في رامز تحت الأرض كان من ضمن فريق رامز جلال لاستقطاب النجوم إلى المقلب. مفارقة عجيبة. صورة إصابة رامز ولكن ليس لها علاقة بأي فنان، حيث كتب رامز قائلا ودي آخرة اللي ينزل بالباراشوت ويفرمل برجله غلط. ده هو اللي تسبب فيها لنفسه. صورة الإصابة التي سببتها مايا دياب، وكتب رامز تعليقا على الصورة قال فيه القبضة الدامية ما يغركوش الرئة والسهوكة البونية دي من مايا البنية دي من مايا دياب. دي جنب عينه على طول، بنية من مايا دياب. صورة الإصابة التي سببها جورج قرداحي لرامز جلال، وكتب رامز على الصورة معلقا تجمع دموي نتيجة التحام مباشر مع جورج قرداحي. وده التجمع اللي سببه جورج قرداحي. صورة الإصابة التي سببتها لوسي لرامز جلال، وهو ما كشفه رامز، حيث كتب معلقا ضوافر لوسي ده أنا لو بهزر مع دراكولا مش هتعور كده. دي صورة إصابة لوسي.